عليكم مشاهدينا الكرام، بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء من قلب قنطرة الموت. هذه القنطرة اللي كتشوفوا قدامي خداتها اللقب لأنها رابطة ما بين الساكنين ديال هاد العمارات والكاريان الآخر على السكة ديال الترام، ديال التران عفوا. هاد المنطقة هذه اللي فيها جرائم كثيرة. جرائم كثيرة اللي وقعات أكيد هاد المنطقة هذه منطقة نقدر نقولوا على أنها صعيبة وصعيبة بزاف. الله يدير تاوي ديال السلام. الناس ما بقاوش قادرين يدوزوا لأنه الخوف اللي كاين هنا ما كيمكنش الناس كيدوزو مع ولادهم. يعني هنا الناس توفات وأنا نوريكم هذوك الناس اللي كيوقفوا الناس فين كيكون. باش سمحتي عيا صامت نطلعو الفوق باش نشوفو الناس. لا نديرو هكا باش الناس يعرفو الناس. الطريق كيدير لنا الطريق الأخوة. نقدر نقولوا على انه صعيب صعيب هادشي صعيب. كل ما قالك نشوفو مشاهدينا الكرام هاد المنطقة هادي بالضبط هنا بين كاين مجموعة من الناس. هاد المناطق مشاهدينا الكرام وهاد المنطقة بالضبط هنايا فين سبق ومات واحد بسبب الناس اللي وقفوا وتعرضوا ليه في هاد المنطقة هادي. دابا نتا ملي كتكون دايز، سمح ليا عصام، ملي كتكون دايز وغادي من هنا كتقول راه قريبة، راه غادوبا وغنوصل لهاد لي زيمات هاد، كتقول راه دغيا غنوصل لهاد الموبلات هاد. هنا كيوقع مشكل، هنا كيوقع مشكل. شوف كيهربوا من هاد لي دخو.
مثلا كرام في هنايا هذه القنطره اللي تكون قنطره الموت ملي كيظلم الحال كتنعاد الاناره او الاضاءه تخلي الناس يكونوا عرضه للقريصان جرائم القتل على نفس هذه لا لا تعكرتي معايا يقدر يجيب الحال هذه ضربه كيقتلك نتمنى على انه هذا الامر هذه ما تبقاش.